قال السفير بسام رادي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن مصر على أعتاب استضافة حدث تاريخي يشارك به المجتمع الدولي بمكوناته المختلفة، القمة العالمية للمناخ كوب 27 بمدينة السلام شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، يعني الانطلاق غدا إن شاء الله، موضحا أن هناك نشاطا رئاسيا مكثفا ومتنوعا للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة انعقاد القمة العالمية التي يترقبها المجتمع الدولي بأسره، حيث من المقرر أن يلقي كلمة افتتاحية ترسم ملامح خارطة الطريق نحو مستقبل أفضل لشعوب العالم وللإنسانية جمعاء، خاصة ما يتعلق بسبل وآليات تنفيذ الشعارات والتعهدات السابقة إلى حلول والتزامات حقيقية واقعية وملموسة لخفض نسبة الانبعاثات الحرارية وتضمن العيش بشكل طبيعي وآمن بيئيا وصحيا على كوكب الأرض ولتستمر دورة الحياة في العطاء والتنمية للبشرية كلها.